شغلي انه اليوم ليش انا اليوم انا بلا بواخر بلا بواخر اليوم نقطة 12 ساعه كهرباء. نعم خليكي معي ركزي معي النقطه اللي كثير كثير منيحه. اوكي اليوم كهرباء لبنان عم بتولد مع بواخر 12 ساعه كهرباء. نعم راح اعطيكي سكوب، بلا بواخر نحن بنقدر نولد 15 ساعه كهرباء. كيف؟ لانه اذا بتودي البواخر على بيتها انت عم تدفعي لهم اجار بين ال 150 وال 200 مليون دولار بالسنه. نعم هول ال 150 وال 200 مليون دولار بتشتري فيهم فيول، فيك تولدي بالمعامل تبعونك بدل ما تدفعي من اجار على الباخره بتدفعي لهم حق فيول وانت معاملك بيعطوكي اكثر من 12. نحن اليوم انا من عندك اول مره حدا بيقولها بلبنان، انا رح اقولها من عندك سكوب. نعم اوكي اليوم اذا بنودي البواخر على بيتنا بنقدر نرفع التخزين من 12 ساعه ل 15 ساعه. هيدي مثلا من الاصلاحات اللي لازم هلا، الا اذا البواخر مقدسه ولا يمس فيها، يعني ما بعرف الا اذا نازله بالانجيل المقدس انه البواخر اخرار الالهه هالموضوع عشوائي يعني. هيدا مثلا احدى الاصلاحات اللي ضروري لازم تنعمل. بعطيكي مثلا شغله ثانيه، نحن اليوم هوا عكار يعني الطاقه المتجدده بعكار عم نشتري منه للجماعه الكهرباء، هي شركه بيوتي شركه اجت عمرتهم وبتبيع للدوله كهرباء، بتبيع للدوله كهرباء ب 10 سنت بكل بلدان المنطقة، هول الشركة هيك شركة بتبيعها بخمسة سنت، نحن عم ندفع ضعف السعر اللي لازم ندفعه لها هو عكار. إذا بنحكي معه لجماعة أنتوا ليش هلا ليش غلينا ليه مش مغليين عليها؟ لأنه عملت المناقصة من خارج إدارة المناقصات وبالتالي بتتزبط، ما بنعرف كيف بتتزبط، بس إذا بيصير في مراجعة للكونترا تبع هول الشركات كلياتها من ضمن مقدمي الخدمات الدي اس بي فينا نوفر كثير، وهيدا الوفر بتقدري تستعملي لتشتري فيه فيول او لتخفضي هالمليار دولار اللي بتاخذيها من اموال المودعين، بدل ما تاخذي مليار بتصيري بتاخذي نص مليار مثلا، يعني يا ما بتستعمليهم بشكل افضل لتزيدي الكهرباء تزيدي ساعات التغذيه، يا ما بتستعمليهم لتخففي الكلفه عن المواطن، وبالتالي بدها تتفضل وزاره الطاقه تبلش تعمل وفر. نعم اوكي بدها تراجع وين فيها توفر، كل شيء نفقات بلا طعمه مثل البواخر بدها ترده تقدر توفر. نحن بازمه وهم بعدنا نازلين كدش باموال المودعين وعم نهدد بالعتمه، اذا بنرد البواخر على وقتها منا بنوفر ومنا بنقدر نعطي كهرباء اكثر. وهو عكار مثل ثاني، وبعطيك يعني اليوم انا ليش عم اشتري فيول سبوت كارجو بلا مفرق، اذا بقدر اشتريهم على كونترا ثلاث سنين بالجمله، ما سعر الجمله اجمالا احسن من سعر المفرق، اذا بنمشي فيهم وحده وحده في كثير شغل لازم تعمله وزاره الطاقه رافضه تعمله وبتقول لك اذا ما بتعطوني مليار دولار بغرق البلد بالعتمه. ليكي اليوم انا برايي لبنان على مفترق طرق. نعم يا اما هيدي الازمه اللي مرقين فيها ازمه كثير 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 صعبه ومفصليه، وفي بلدان كثير غيرنا قطعوا بازمات بهالعنف اذا بدك، والبلدان بنقسمه لاثنين، في بلدان عملت الاصلاحات المناسبه اجت الحكومه خفضت نفقاتها. نعم. ما هيك وبالتالي قدرت تطلع من الازمه، وفي بلدان ما خفضوا نفقاتهم. اوكي البلدان اللي قدرت تطلع الازمه مثلا بعطيكي مثل ايرلندا، بعطيكي مثل هونغ كونغ، بعطيكي مثل بريطانيا، كلهم مرقوا على فكره، ببريطانيا بالسبعينات كان في تأمين كهرباء مثل عنا لانه ما كان دوله معها مصاري والى اخره. اوكي وقالوا انه اوكي الدوله ما بقت تولد كهرباء، بدنا نتكل على القطاع الخاص هو يولد خليه يتنفس، والدوله حكم معه صفاره يعني اللي بزعبر بحطه بالحبس واللي بيربح بياخذ منه ضريبه، بس انا ما بقى ادفع على الكهرباء من جد. ولح وصار عندهم ببريطانيا مش بس كهرباء 24 ساعه، صار عندهم 100 شغله ثانيه. وبالتالي اليوم يا اما بدنا نروح نعمل الاصلاحات الحقيقيه، يا اما بدنا نعمل مثل بلدان مثل زيمبابوي وفنزويلا اللي هي منضل بنفس نهج الانفاق، يعني كل سنه بيجي وزير الطاقه بيقول لهم بدي مليار دولار بدل ما يروح يخفض نفقاته ويشوف شو بده يعمل. اوكي ومنمول هيدي النفقات عن طريق طباعه الليره، وبالتالي منتابع بموضوع انهيار سعر الصرف ارتفاع الدولار والتضخم المفرط ومنتحول لدوله فاشله. اليوم لبنان عنده خيار، يا اما بيستفيد من هيدي الازمه لا يعمل الاصلاحات وعلى راسها اصلاح الكهرباء اوكي ويطلع من ازمته ويرجع دوله مثل ما كان بالاربعينات والخمسينات والستينات دوله الى امتى، يا اما ما بيعمل الاصلاحات وبيضل بالنهج نفسه مثل ما عم نعمل هلا، مكمل مثل ما عم نعمل هلا، وبنوصل لمصافي الدول الفاشله مثل فنزويلا وزيمبابوي وغيرهم كثير.